بقى درجات الحرارة. والنهاردة أنا أحب أقول لكم على طول إن هي النهاردة الدنيا برد، يعني إحنا شفنا إمبارح أمطار والنهاردة كمان الصبح كان في أمطار خفيفة الحقيقة، لكن واضح إن إحنا لسه في استمرار في انخفاض درجات الحرارة، عشان الناس يمكن بنوه ده علشان الناس اللي بدأت تخفف. لا لسه في انخفاض لدرجات الحرارة، وخلينا القاهرة 16-10 وده مش في أغلب أوقات، إسكندرية 16-11، مرسى مطروح 15-9 مع توقع سقوط أمطار، الغردقة 20-11 مشمس، شرم الشيخ 19-12 مشمس، الإسماعيلية 16-7، بورسعيد 15-10، السويس 17-8، كل ده سقوط أمطار. نروح مع حضراتكم للصعيد، المنيا 16-6، الجو مشمس لكن بالليل طبعا جو برد شويه، الصغرى 6، سوهاج 18-7 الجو مشمس، الأقصر 19-8 غائم، أسوان الجو فيها جميل ومشمس 20-10، العريش 14-7 في احتمالية سقوط أمطار، نخل 13 والصغرى 1، طابة 14-4 والطور 18-12، سانت كاترين 11-1 غائم أغلب الأوقات، مرسى علم 20-12، شلاتين الجو مشمس فيها 22-13، حلايب 19-14 الجو مشمس. عايزين مره نعمل حلقه كده اسمه في حلايب شلاتين. طبعا طبعا نخرج بكاميرا صباح اون ونروح نشوف الدنيا هناك عامله ازاي. اكيد ان شاء الله يا رب يبقى يكون قريب. طب نوصل وسط الدلتا 15-10 وده غائم وسقوط امطار، دمياط 15-10، بلطيم 16-11، الفيوم 17-8 مشمس، يعني بنتكلم على ان الطقس بارد هيكون على السواحل الشماليه والوجه البحري حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد برودة ليلة، هيبقى فيه سحب منخفضة ومتوسطة هيصاحبها سقوط للأمطار. ولكن بنتكلم في القاهرة هنا زي ما احنا شفنا وتعيشنا امبارح والنهاردة في أمطار بس أمطار خفيفة. مرة تانية بنقول للناس اللي خففت بالفعل، لا احنا لسه في انخفاض درجات الحرارة، متوقع انها تستمر اعتقد لغاية يوم السبت، يعني هيبقى أقصى حاجة، لكن بعد كده هيبتدي الجو يرجع دفى زي قبل كده. يعني في الوقت أهم حاجة ما تخففوش، خلوا بالكم انه فعلا الأرصاد بتقول الذروه هتصل النهارده او بكره لانخفاض درجات الحراره، فخلوا بالكم لو رايحين مشوار بالليل او حاجه يبقى معاكم حاجه تقيله تلبسوها، لانه الجو برد شويه النهارده ان شاء الله، واحتمال كمان يبقى فيه سقوط امطار.